واي واحد مننا يا اخوانا عنده مشكله، مشكله اجتماعيه، مشكله علميه، مشكله نفسيه، ينبغي ان يفصح عما بداخله. ليه؟ لان المشكله في بدئها تكون صغيره، فاذا ما تركت صارت عظيمه. سفيان الثوري رحمه الله عليه كان عنده طالب، كان هذا الطالب أبوه يهودي، فمرض أبوه وأرسل إليه: يا بني تعال فإني مريض. فقال الطالب لشيخه: يا شيخي، أبي يدعوني إليه كي أكون بجانبه في مرضه وهو يهودي وأنا أخشى على نفسي. فقال: يا بني اذهب فبر أبيك، فكفره علي وبره إليك. فذهب الولد فأحسن إليه، فقال الوالد: يا بني، هذا من عندك أم يدعوك إليه دينك الذي أنت عليه؟ فقال: لا، هذا ليس من عندي، ولكن هذا يدعوني إليه ديني الذي أنا عليه. فقال: نعم الدين هو، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ودخل الرجل الإسلام ومات على الإسلام. فذهب الطالب إلى شيخه سفيان الثوري وقص عليه ما حدث، فقال: يا بني، حيثما كنت فكن بجوار فقيه، حيثما كنت فكن بجوار فقيه، لأن من سبقك في هذا الطريق يعلم ما لا تعلمه، وعانى ما تعانيه وفوق ما تعانيه، وعنده مخرج لكل ما تقع فيه من ضوائق، التجربة والعلم وسؤال أهل العلم أورثه ذلك. فينبغي على المرء ألا يترك نفسه. وأذكر أن بعض إخواننا ذهب يوما لشيخنا حفظه الله فقص عليه أمرا عنده، فقال له كلمات يسيرة، قال له كلمات يسيرة، هذه الكلمات غيرت حياته، كلمات يسيرة لكن هي المفتاح، لأنك تفتح بابا عظيما بقطعة صغيرة من الحديد، لكن من الذي يعطيك هذا المفتاح؟ صانعه، والذي يعلم قفل بابك. هكذا أهل العلم. لذا ينبغي على المرء ألا يستحيي من أن يسأل، وأن يخرج ما في نفسه من أجل أن يطهرها، ومن أجل أن يزكيها، ومن أجل ألا يعوقه ما يعوقه عن السير إلى الله تبارك وتعالى. جزاك الله خيرا.